السلام عليكم، كيف صحتكم؟ لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. الموضوع تاعنا تاع اليوم جينا نهضروا على موضوع اللي راه داير حاله في الجزائر، وهو موضوع التنمر. ربما هذا الفيديو تعرفوا مشكل التنمر وكيفاه التنمر على العباد. اسمع يا اسامه، هل انت جاي راسك كبير؟ نيفك شحال كبير. انا جاب لي ربي، انت هو اللي كنت دينا في الازمه تاع الكورونا، الازمه تاع الاكسجين. وذنيك شحال كبار، تقولي طيار على بالك. ضراي ديرنا بري، روح القاطر ديرك. لازم يكون فيديو، ما تنساش تحط لنا ابوني، لايك، بارطاج ماكسيموم. هذا ما تسال من عندنا هنايا، ندولك لي فيديو وانت دعمنا بجميع الكومنتات. مش حاجه ما قلتها لكم ثاني، ما تنساوش طاقونا اصحابكم متنمرين على العيبه، تنمروا على العيبه، طاقيه تحتها.